تاني موضوع كتير خفيف اللي هو عن انه الواحد لازم يستمتع بالحياة. انا من الناس اللي حتشوفوهم لما تحكي معاي حيتهيأ لك ان انا بحياتي ما بسوي اشي غير الشغل. صدقوني لو انتوا قعدتوا معاي، كيف يومك محمد؟ ماشي الحال، شو سويت؟ والله اشتغلت. انا يومي تقريبا كل يوم من السبعة ايام في الاسبوع تقريبا كلهم زي بعض، ما عدا انه جمعة وسبت بريح فيهم رياضة. باقي الايام كلها دراسة شغل دراسة شغل دراسة شغل، دراسة لحالي مش هذا. فلو تحكي معي بتقول هذا محمد كتير مدمن شغل ومش حلو الفايب تبعه، مش حلو هيك هذا. بس انتوا لو تشوفوني كمان يعني اوكي خلينا نوضح، لما اول مرة تشوفوني بتحسوا ان حياتي كلها شغل، بس لما تقعدوا معي شوي اكثر هتلاحظوا ان محمد فعلا بستمتع بالحياة، محمد بكافئ حاله. انا بالويكندز وحكيتها اكثر من مرة، انا بكافئ حالي. اليوم اكلت كيك وشوكولاتة وعصير، هذا انا ما عم بحاول اخسر وزن فما بديكم تفهموني غلط، بس انا بكافئ حالي لجهدي، بلعب رياضة كتير، بتعب كتير، بكافئ حالي. من الناس اللي بكافئ حالي والله بعطي حالي ايام راحة بالرياضة، من الناس اللي بكافئ حالي بشغلات تانية. اجاني سؤال، محمد ليش ما طلعت لايف يوم العيد؟ او تيك توك كانوا عاملين زي حملة وكتير ناس كانوا طالعين لايف يوميتها. انا كان عندي ضيف كتير مهم بالنسبة لي، صديق وقريب وانا بعتبره اخ، يعني هذا الشاب يعني انا كنت في ايد امي هيك بيبي وهو كان في ايد امه هيك، نعرف يعني بنعرف بعض من يوم ما انا انولدت. هذا الولد او يعني الشاب او الزلمة انا بحترمه كتير وبنبسط معه كتير وبستمتع كتير، وكان جاي صار لي سنة مش شايفه، سنة يعني بالعدد، وقاعد عندنا. يعني انا صراحة ما حترك اللايف، ما حتركه هو عشان اجي افتح لايف، مش انه انا ما بحترمكم، مش انه انا ما بقدركم، بس انا بحب اقدر اللحظات النادره، بقدر افتح لايف امتى ما كان. بس هذا الولد هذا الشاب ما بيعيش قريب وما بيجي كثير، يعني انه هو عنده جامعه وانا كان عنده جامعه وانا كان عندي جامعه والامور تلخبط وبيعيش بعيد. فبدي اياكم تقدروا انتم تغتنموا هاي الفرص. في شغلات كثير بتصير في حياتنا اللي هي ما بتتكرر كثير، لازم واحد يكون عنده القدره انه يستمتع فيها. هلا ليش انا حبيت اطرح الموضوع هذا؟ لانه عشان واحد يستمتع لازم يعرف كيف ينظم وقته عشان ينبسط. الاستمتاع ما بيجي يعني ما بيجي بدل الشغل، بيجي مع. لازم انت لو تكون شغال صح تقدر تستمتع بدون ما ينبك ضميرك. فاللي على اليوتيوب اللي ما شاف الفيديو تاع تنظيم الوقت لازم تشوفه، انا نزلته قبل هذا بالضبط، شوفه عشان تعرف كيف تنظم وقت عشان تكون مستعد اي وقت انك انت والله تقول والله تعرف لا اليوم بدنا نستمتع، اليوم بدنا ننبسط، بدون ما انت تضطر تأجل شغل يتراكم عليك. فخلوها في بالكم، الحياة صح فيها شغل وفيها اجتهاد وفيها انه نحقق اهدافنا ونوصل لطموحاتنا. وهذا الحكي مش بس بالصيف، هلا انتم حتبداوا مدارس، حتبداوا جامعات، في منكم حيبدأ يدخل الشغل، ونفس الشيء انتم اذا ما استمتعتوا في المرحلة، ما استمتعتوا في الاشي اللي انتم بتسووه، حتتعبوا بسرعة، حتزهقوا بسرعة، نفسيتكم حتصير كثير سيئة، حياتكم ما حتكون ممتعة، حتحسوا حالكم زي الآلة، زي الروبوت. بس شغل 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 شغل. فالواحد مهم يعرف اللحظات اللي في حياته اللي لازم يستمتع فيها وفعلا يكافئ حاله فيها ويستمتع فيها. خليه قصير، بس هذا الاشي حبيت احكيه قبل ما الناس تبلش مدارس، قبل ما الناس تبلش جامعات. ما بديكم تفهمون انه محمد بيقول لا خلينا نريح، لا محمد بيقول خلينا نشتغل منيح، بس لما يجي الوقت انه احنا نرتاح لازم نرتاح، لانه بعرف انه في ناس ما بتقدر تميز بين خلص بكفي شغل وبكفي راحة. فالواحد لازم يوازن، يشتغل الكفاية ويرتاح كفاية، لا يشتغل كتير زيادة عن اللزوم كل الوقت ولا يرتاح كتير زيادة عن اللزوم كل وقت. في أيام بدك تضطر تشتغل فيها زيادة، وفي أيام لما تكون مرهق بتضطر ترتاح فيها زيادة عشان تكمل. هدول أيام، هدول يعني استثناء مش كل يوم. أما الشغل زيادة عن اللزوم معظم الوقت إشي سيء، والراحة زيادة عن اللزوم معظم الوقت إشي سيء. فلا تفهمون غلط، أنا دائما 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 بحكي الاعتدال هو الأساس، الوسط توصية طبعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هذا الشيء لما نطبقه في حياتنا يعني واحد بحس فعلا بالمعنى. فدير بالكم الواحد يعيش يستمتع بالحياة وبنفس الوقت ينجز اللي بده اياه ان شاء الله عشان يحقق اللي بده اياه ان شاء الله بالدنيا والآخرة.